يا أهلا فيكم. أعلن نجل المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي أن لجنة الإفراج المشروط بولاية كولورادو لن تتخذ قرارها بعد، فيما تضع أمام والده احتمالين: تأجيل أو رفع الملف إلى لجنة أعلى مكونة من 7 أشخاص. أتوقف لنشاهد التقرير الذي عده الزميل عبد العزيز أبو مالح والذي كتبه على لسان حال أبناء حميدان التركي. ذكراك تتجدد باستمرار، يا لها من ذكرى. تقطع قلبي وتفطر شوقا لك، يا من ضحكنا سويا، يا ما ضميتني إلى صدرك الحنون. كم أتمنى لو عادت الذكريات، فقد صبرت دون جدوى، فقد تكلم قلبي قبل لساني، وانجرح قلبي جرحا لن يتداوى بفرقاك أيها الغالي. فقد عجز اللسان أن يتكلم، وعجز القلم أن يكتب بشوقي لك. فقد اشتقت لك شوق الأم لابنها، وشوق المغترب لبلاده، فهل من كلام يعبر لك عن شوقي لك؟ دعوات عائلة التركي قوبلت بتأييد شعبي واسع من كافة أطياف المجتمع. فيما قال نجل المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي أن لجنة الإفراج المشروطة بولاية كولورادو لن تتخذ قرارها أمس الثلاثاء. القرار المتوقع إما تأجيل النظر لمدة 2 سنين، أو عرض القضية لكامل اللجنة المكونة من 7 أشخاص والتصويت إما الإفراج أو التأجيل. كان الله في عونك يا حميدان التركي، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فرج الله كربتك يا حميدان. فك الله أسر حميدان التركي وعاده بإذن الله سليما معافى لأبنائه. ولمتابعة آخر المستجدات حول حميدان التركي ينضم معنا نجله تركي بن حميدان التركي ابن المعتقل حميدان التركي في السجون الأمريكية. تركي مساك الله بالخير، عطنا آخر المستجدات. مساك الله بنور أخي خالد، وحياك الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لكم لوقفتكم الدائمة والمعتادة في قضية والدي فرج الله عنه. بالنسبة لآخر المستجدات، طبعا أمس شاهدنا اللي هي جلسة الإفراج المشروط التي ابتدأت في الساعة تقريبا 8 بتوقيت السعودية، وانتهت بلا قرار، حيث قابل الوالد رئيس لجنة الإفراج المشروط، وبعد انتهاء الجلسة قرر رئيس اللجنة أن يأخذ مهلة 2 يوم، ومن ثم يحدد إما يؤجل النظر في الإفراج المشروط لمدة 2 سنين، أو يطرح الملف على لجنة الإفراج المشروط واللجنة كاملة اللي هم 7 أشخاص، وعن طريق اللجنة هذه يحددون أو يصوتون على الإفراج. تواصل معكم بعد انتهاء الجلسة؟ اي نعم، تواصل الوالد معنا مباشرة بعد ما خلصت الجلسة تقريبا ساعة. تواصل معنا، ويعني كان مليء بالتفاؤل. طبعا الضغط النفسي في يعني اذا احنا يعني كأبناء يعني
صبنا يعني بضغط وشد يعني شدة أعصاب في هذه اللحظات، فما بالك في فيه هو يعني الخيار يعني أو القرار راح يكون مصيري في حياته. طيب إما إما الإفراج المشروط وإما تواجه سنتين كما ذكرت. طيب بالضبط. أخيرا تركي، وش تبي تقول بصوت جميع أبناء تركي؟ إحنا طبعا كأبناء حمدان التركي نشكر وقفة الشعب معنا، ووقفة ليس الشعب السعودي فقط ولكن يعني الأمة الإسلامية التي وقفت معنا. رأينا ناس من جميع أطياف أو من جميع الدول شارك في هاشتاج التركي فول. وقف يعني مطالبتنا هي أن يكون هناك تدخل سياسي قوي، لأن مثل هذه يعني الجلسات تكررت كثيرا وغالبا تكون خسارتنا فيها بسبب ضغط سياسي أمريكي. طيب لمن توجه مطالبتك؟ حقيقة نوجهها لخادم الحرمين الشريفين قاسم سمك الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده. يعني هذه يعني احنا محنتنا امتدت تقريبا 11 سنة. القضاء والقانون الأمريكي مماطل جدا، وحياة يعني والدي في السجن يعني أصبحت في خطر، وحتى يعني جدتي يعني نحن نخشى أن لا تستطيع أو لا يسعفها الوقت لأن ترى أبنها. يعني الآن مرت تقريبا 11 سنة، وفي كل سنة تزداد يعني صحتها سوءا. فأسأل الله أن يفرج له ويجمعها بها ويجمعنا به في أقرب وقت. صوتكم وصل إن شاء الله، وحكومتنا إن شاء الله ما راح تقصر بإذن الله أبدا، لن تقصر ولم تقصر، ولن تقصر وهذا نؤكد عليها أنه لن تقصر ولن تقصر بالوقوف مع حمدان تركي. وكل سعودي يحتاج إلى وقفة بالتأكيد، المواطن السعودي غالي سواء كان في البلد أو حتى خارج البلد، وحقه هو الوقوف مع حقه. بالتأكيد يعني الدولة لن تقصر في أن تقف معه بإذن الله. شكرا لك تركي بن حمدان التركي، سواء يفرحكم بخبر يسركم عن والدكم إن شاء الله عن قريب. شكرا لكل من تابعنا، وصلنا لختام ما لدينا على طاولة أهل هذا المساء. بعد الفاصل يلتقيكم الزميل يحيى الأمير في أهل الليلة، أما أنا فودعكم إلى مساء الغد إن شاء الله في أمان الله. عبد العزيز أبو مالح، يا هلا.